ما تنجف يالا في ايه؟ تكون شخص افضل من اللي انت كنت عليه كل يوم. هو مهارة مش هيعرفها ابدا الشخص اللي ما بيسافرش. هتقولي ممكن كل الحاجات دي اتعلمها وانا في بلدي؟ هقولك اوكي معاك حق، بس مش بنفس الدرجة وانت مسافر وانت لوحدك وانت مع ناس ما تعرفش عنهم ولا يعرفوا عنك حاجة. انا مش هعمل الحاجات اللي هم بيعملوها لان هي لا مناسبة لديني ولا مناسبة لثقافتي، فاخد منهم اللي يفيدني اللي يضرني اسيبه ليه. هي يو يا جماعه عاملين ايه؟ لو انت شفت الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن عيوب السفر، فالنهارده احنا جايين عشان نتكلم على مميزات السفر يا جماعه، واللي هي لو فضلنا نتكلم عليها مش هتخلص ابدا ابدا. قبل بقى ما ندخل في الفيديو، لو انت اول مره هنا اهلا بيك، ادخل اعمل سبسكرايب حالا وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوز الجايه، واعمل لايك على الفيديو لاني متاكد ان هو هيفيدك، وكمان فولو مي على انستغرام وتيك توك سليم سليم ترافل. جدا اول ميزه بالنسبه لي هي اللغة يا جماعة، كنز كبير جدا جدا جدا، وبصراحة اللي مش معاه الكنز ده مش عارف قيمته أبدا. اللغة خلينا نقول إن هي مستويات، يعني في مستوى ناس عارفة اللغة لمجرد إن هي تعرف تستخدمها استخدام بسيط، تفهم الشخص اللي بيتكلم معاها باللغة دي وتعرف تتكلم معاه وتعرف تقول هي عايزة إيه. في ليفل تاني أعلى وأجمد جدا جدا من اللغة، هو ليفل الناس اللي بتعرف تشتغل باللغة دي، تعرف تعمل فلوس من اللغة دي، وده مستوى احترافي سواء في تيتشنج أو في ترانزليشن أو أيا كان مجال الفيلد اللي هما بيشتغلوا فيه باللغة دي. بس بصراحة الشغل باللغة مفيد جدا جدا وبيعمل فلوس حلوة في أي مكان أنت فيه. تاني حاجة بقى وهي اكتساب المزيد من الثقافات. يعني إيه؟ هبسطها لك. مثلا دلوقتي انت سافرت سريلانكا، ماليزيا، اسبانيا، ايطاليا، اليابان، الصين، كل دولة من دول حبيبي بيبقى عندهم ثقافة مختلفة، ناس عايشة بطريقة مختلفة، ناس عايشة باسلوب ومنهج واسلوب حياة مختلف. فانت لما تعرف ثقافة الناس دي هتبقى غني. اشتغلت في شركة عالمية فيها ناس من جنسيات مختلفة، هتعرف تفهم ثقافتهم وتتعامل معاهم، حياتك ممكن تكون اسهل. تاني حاجة، مجرد اطلاعك على ثقافة مكان مختلف عنك ده بيوسع مداركك جدا جدا، فبالتالي انا اكون انسان عالمي، يعني عندي ثقافات عالمية، عندي ثقافات مختلفة، باخد من كل الثقافات اللي حواليا بما يتناسب مع ديني وبما يتناسب مع الطريقة اللي انا عايز اعيش بيها في حياتي وافكاري، فبالتالي بحسن نفسي وبخلي نفسي ان انا اكون احسن نسخة من نفسي بالطريقة اللي انا عاوز اكون عليها. تالت حاجة واجمد حاجة بصراحة بالنسبة لي هي فكرة الفضول يا جماعة، فكرة ان الانسان يكون كيريوس، عنده استعداد ان هو يعرف المجهول، يعرف الناس في الصين دول بيتكلموا ازاي، ناجحين ليه، وصلوا للثقافة وصلوا للاقتصاد العالمي اللي هم بقوا فيه دول ازاي، اليابان ليه ناجحة، ليه اليابان بقت دولة واصلة من اغنى دول العالم، ليه الناس بقت غنية جدا جدا في الدول الاوروبية، ليه في شعوب بتطلع وتزيد وفي شعوب بتنزل تحت، ليه شعوب اقتصادها وتعليمها وحياتها وفلوسها اكتر وشعوب تانية لا. فبيبقى دايما عندك اسئلة كتيرة جدا وتعرف حاجات كتير عن ناس كتير غيرك في هذا العالم اللي انت عايش فيه، فممكن تاخد من كل اللي انت بتشوفه ده وتطبقه على حياتك. رابع حاجة وبالنسبة لي بصراحة هي اهم واحسن حاجة فيهم كلهم، ان السفر يا جماعة بيعلمنا ازاي نوفر فلوسنا وازاي نحافظ على اموالنا وازاي نقدر نتدبر الفلوس دي، بمعنى ان انت ازاي تقلل الصرف بتاعك عشان تقدر تحدد اولوياتك، وبيعلمك ازاي تحدد اولوياتك، انت اولوياتك في السفر، فازاي توفر الفلوس بتاعة الحاجات اللي ملهاش لازمة بدل ما بتصرفها وتحطها في السفر، ازاي تتعلم تختار الحاجات اللي ليها لازمة اللي تدفع فيها فلوس والحاجات اللي ملهاش لازمة اللي ما تدفعش فيها فلوس. خامس حاجة وبصراحة هتستغربوها جدا، الشجاعة يا جماعة، بجد السفر بيعلم الشجاعة جدا. انت وانت مسافر هتواجه مواقف وحاجات كتير عمرك ما كنت وكنتي هتواجهوها في البلد اللي انتوا عايشين فيها. هقولك ازاي، انت في بلدك وفي المكان اللي انت فيه انت في الاخر عايشة مع اهلك وانت عايش مع اهلك، فلو حصل مشكلة او خناقة او موقف صعب في نهاية المطاف هتلاقي اهلك واهلك هيقفوا جنبك وهيساعدوكي وهيساعدك تحل المشكلة. لكن وانت مسافر يا معلم الموضوع مختلف تماما، انت لازم تتعلم وانت مسافر الشجاعة، السرعة في حل المشكلة، ازاي اعتمد على نفسي في حل المشكلة، لازم تتعلم انك انت تكون جريء، فالجرأة دي هتخليك تتحط في اي موقف تعرف تتعامل معاه ازاي، تعرف تطلع نفسك منه ازاي ويبقى عندك سرعة بديهة. هتقولي ممكن كل الحاجات دي اتعلمها وانا في بلدي؟ هقولك اوكي معاك حق، بس مش بنفس الدرجة وانت مسافر وانت لوحدك وانت مع ناس ما تعرفش عنهم ولا يعرفوا عنك حاجة. سادس حاجة بقى وهي الاختلاط، لما بتروح سريلانكا او لما بتروح اي بلد بتقابل الماليزي والصيني والياباني والالماني والاسباني وبتقابل ناس ما تعرفش عنهم حاجه ولا هم يعرفوا عنك حاجه. احلى حاجه هنا بقى هي الاختلاط، كل الناس دي
بيدخلوا كده في الخلاط، وحضراتكم بقى مسافرين بتقابلوهم. فالسفر احلى حاجه انه بيعلمك ازاي تختلط مع الناس دي، وازاي تتقبل ثقافتهم، وازاي تشوف انت. احنا في مصر مش متعودين ان البنات يلبسوا بيكيني مثلا، في سريلانكا او في اسبانيا هتلاقي بنات هناك على البحر وانت عاوز تنزل لابسين بيكيني. هل هتقول لهم لا ما تلبسوش بيكيني؟ ده بقى بيعلمك انك انت ازاي تتعامل مع الثقافات بالطريقه اللي تبقى بالنسبه لك مناسبه. انا مش هعمل الحاجات اللي هم بيعملوها لان هي لا مناسبه لديني ولا مناسبه لثقافتي، بس انا هتقبلهم زي ما هم، هاخد الحلو من معاملتي معاهم، فاخد منهم اللي يفيدني اللي يضرني هسيبه ليهم. هو سابع حاجه يا جماعه، وهي كسب الهوايه الجديده. يس ما انت كل بلد وكل مكان بتروحه بتشوف اماكن جديده، ثقافات جديده، فالبلاد دي بيبقى فيها انشطه جديده انت ما كنتش تعرف عنها، ما كنتش تسمع عنها ابدا، فبتحط هوايات جديده لنفسك، فبتزود نفسك بحاجات جديده انت ما كنتش تعرفها. عامه الهوايات اكتر حاجه ممكن تخليك نفسيا افضل واحسن، واكيد اكيد انت عارف انه طبعا الهوايات هتغير شخصيتك للافضل. ما تستغربوش السفر بيزود قدره تحملكم جدا جدا. يا جماعه بجد السفر بيخليكم تقدروا تستحملوا اكتر، تبقوا بني ادمين اقوياء اكتر جسمانيا ونفسيا، تقدروا تستوعبوا ظروف مختلفه وحاجات مختلفه ما كنتوش ممكن تستوعبوها من كتر الظروف والحاجات والمشاكل اللي بتتعرضوا لها او التحديات والمواقف الجديده. فبيبقى عندكم كده نوع من انواع الجلد والصبر وقوة التحمل، ان انتوا خلاص ما استحملتوش ده قبل كده بس اتعلمتوا منه فهتستحملوه بعد كده، فيخليكوا تقدروا تستحملوا اكتر، مش بس جسمانيا، عشان الناس اللي كانت بتخاف من السفر فمن كتر السفر ما بقتش تخاف. اخر حاجه من مميزات السفر هي قوه وزياده الاعتماد على النفس. يا جماعه لو انت طالب ومتعود انك انت اهلك بيعملوا لك كل حاجه، بينظفوا سريرك، بيدوا لك مصروف، بيدوا لك عربيه تروح بيها الجامعه، فوانت مسافر لو هم عايزينك تتحسن وتتغير من السفر حبيبي فالموضوع هيبقى مختلف تماما. ازاي يعني حضرتك بتصحى من النوم مش بتلاقي حد ينظف لك سريرك، قررت انك انت تاكل مش كل يوم هتروح تاكل بره من ماكدونالدز علشان انت هتوفر الفلوس اللي هتدفعها في ماكدونالدز، حضرتك هتضطر انك انت تطبخ في البيت وتعمل اكل لنفسك، سريرك لما تقوم مفيش حد هيوضبه لك ولا ينضفه لك، شقتك لو عفنت عادي ريحتك هتبقى معفنه وشقتك معفنه، ما فيهاش كلام، كل حاجه بتعتمد فيها على نفسك، بتعتمد على ربنا ثم على نفسك، في ناس بتساعدك بس الاساس جاي منك انت، ما انت مش عايش لوحدك، بس في نفس الوقت الناس مش هتعملك الحاجات الاساسيه بتاعتك. بصراحه يا جماعه احنا ما تربناش على المبدا ده في مصر من صغرنا، اغلبنا ما ترباش عليه، في ناس بس قليلين الكتار ما تربناش علينا نعتمد على نفسنا. لو عندك اي ميزه او اي حاجه شايف ان السفر ضافها لك في حياتك اكتب لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انت او انت اتعلمتوها واستفدتوها من السفر، ويلا نشارك الافكار دي كلها مع بعض في الكومنتس تحت، وما تنسوش تسبسكرايب على القناه لان ده هيفرق معايا، عايزين نوصل القناه ل 5000 سبسكرايبر يا جماعه قريب جدا جدا، وتدعمونا ادعموني يا جماعه عشان نوصل للعالميه. سلام، اشوفكم الفيديو اللي جاي.